المحاضرة الماضية أو في المحاضرتين الماضيات انتهينا من موضوع how to represent the binary number أو الديسيمال in binary number إضافة إلى إشارة العدد اللي هو positive or negative. أخذنا sign magnitude وأخذنا ones complement and twos complement. بعدين أخذنا اللي هو how to represent the decimal number by using the IEEE floating point. اليوم راح نبدأ بموضوع اللي هو الباينري arithmetic operations. راح نأخذ فيهم اللي هو العمليات الأساسية اللي هو كيف نجمع two binary numbers, كيف نطرح two binary numbers, how to multiply two binary numbers, كيف نضرب عددين في الباينري. أوكي. راح نستخدم اللي هو two's complement لما نحتاجه. كيف لما نحتاجه؟ احنا التوز كومبلمنت او هاي متى بنحتاجه؟ لما يكون في عندنا عدد سالب، صح؟ لانه الموجب يبقى كما هو. وبالاريثمتيك اوبريشن في الباينري راح نتفق كمان انه لما نيجي نجمع او نطرح راح نمثل العدد كمان ب 8 بيتس، تمام؟ بحيث اذا كان موجب بكون دائما الساين بيت 0، وإذا كان سالب بكون 1، لأنه مش دائماً بعطيك الأرقام بالديسيمال، يعني مش دائماً بعطيك إنه perform the following operations in binary system يعطيك مثلاً ناقص 7 ناقص 20، ممكن يعطيك الأرقام مباشرة بالإيش؟ بالباينري. فأنت لحالك من الساين بيت إذا كانت العملية حسابية بتعرف إنه هذا العدد سالب أو موجب. اوكي، بالتالي برضه هنا راح نحط هاي الارقام اللي احنا تعودنا نحول الديسيمال لما نحتاجها اللي هو لغايه 8 بيتس. تمام، خلينا نبدا بمثال بسيط. لو اجينا نحكي هنا اكزامبل، خلينا نحكي بيرفورم the following binary arithmetic operations then convert the result into decimal. تمام؟ ونأخذ مجموعة من الأرقام. خلينا نبدأ بالأول ب two positive number بينهم عملية جمع. لو حكينا بدنا 20 for example 20 plus 33. بدنا نحسب هاي العملية بالباينري سيستم. أول شيء شو بنحتاج؟ نحتاج إن نحول ال 20 إلى إيش؟ إلى باينري، وال 33 إلى باينري، بعدين شو نعمل فيهم؟ نجمعهم. هسا كثير منكم بحكي طب إحنا عارفين إنه 53 وبنعطيك 53 في الباينري، صح؟ تمام، نحول 53 الى باينري ونعطيك الجواب، صح؟ بس احيانا لما يكون السؤال فيه ستيبس ما بتطلعش انا على الجواب بقدر انك انت قاعد بتجمع صح. اوكي؟ لانه هون مطلوب منك يعني راح تكون اكثر من خطوه من الاشياء اللي اخذناها، في عندك تحويل من ديسيمال الى باينري، في عندك جمع، تمام؟ وفي عندك ترجيع من باينري الى ديسيمال. الان مش دائما بعطيك حكينا الارقام بهذا الشكل. الارقام قد تعطى لك بالباينري مباشره. تمام؟ طيب ال 20 احنا بنعرف هي عباره عن 16 وكم؟ و 4. هاي بالنسبه لمين؟ لل 20. ال 33 هي عباره عن 32 وايش؟ 1. طيب وبالتالي هون راح نكتب الحل كالتالي بكون الانسر
العشرين هي عبارة عن 0 0 1 0 1 0 0 0 من اليمين اليسار. 33 راح تكون 1 0 0 0 1 0 0. اجمع. عملية الجمع سهلة اللي هي 0 plus 1 1 0 plus 0 0 1 plus 0 1 0 1 1 0 0. تمام. احنا هيك حلينا لغايتهم. then convert the result into decimal. شو طلع معي الساين ب؟ موجب، لانه هون احنا استخدمنا ال 8 بت، بحيث انه دائما البت الثامن هو عباره عن الساين بت، فهنا طلع موجب، وبالتالي هون راح نحكي هو عباره عن بلس. ولما احول هاد اوكي هي عباره عن مجموع الواحد تمام والاربعه خمسه وال 16 و 32 48 وخمسه راح تكون كم؟ 53. لا حد اوكي. نعم. احنا ليش مره كنا نشيل انه لما نحول من باينري لديسمال كنا ناخذ ثلاث خانات. ثلاث خانات كانت خاصه فقط بالتحويل من اوكتال الى باينري. احنا هون ما بنسولف عن اوكتال، احنا قاعدين نسولف من ديسمال وباينري. حكينا الفرق ونبهت على هاي النقطه انه ما تخربط بين التحويل بين اوكتال وباينري وبين ديسيمال وباينري. اوكتال بنمسكهم ديجيت باي ديجيت، يعني ال20 بنحول الصفر لحال والاثنين لحال، الثلاث لحال والثلاث لحال، وليس ال20 كامل. هذا بالاوكتال. بالديسيمال ناخذ رقم كامل. اوكي اعمل بوز. خلينا ناخذ مثال ثاني على سبيل المثال. لو حكينا 56 ناقص 87 هاي كيف بنأديها بالباينري سيستم؟ أول نقطة لازم تعرف إنه هاي الأوبريشن هي عبارة عن 56 زائد بين قوسين ناقص كم؟ 87. أنا هي عبارة عن أقواس، وبالتالي ناقص 87 لازم نمثله as negative number في الباينري. مين بنعتمد؟ التوز كومبلمنت فقط. يعني ما بيجيك السؤال by using sign magnitude أو by using one's complement، مطالبين فيها كتمثيل أعداد سالبة، لكن كعملية حسابية راح نعتمد فقط مين؟ التوز كومبلمنت. أوكي؟ وبالتالي هسا 56 هي عبارة عن أي أرقام؟ هي عبارة عن 32 و16 هي 48 و8 صح؟ مظبوط؟ 0 0. وبالتالي 56 هي عبارة عن 0 0 0 1 1 1 0 0 وهي موجب. ال 87 شو بنعمل؟ ناخذ ال 87 as is، بنحولها تحويل عادي بالاول، بعدين بناخذ لها التوز كومبلمنت. ال 87 هي مجموعة ارقام، هي 64 و2 ايش؟ و16 80 و4 و2 1 صح؟ 64 كم؟ 16 و4 و2 1 عند ال 8 0 عند ال 32 0. وهي راح نحطها 0 بالاول. انتبه معي. وبالتالي هسه راح نكتب 87 اللي هي راح تكون 1 1 1 0 1 0 1 0 اللي هي 7 و16 وكم؟ و64. طيب هاي 56 وهاي 87. 87 شو اشارتها؟ سالب. 56 تنزل زي ما هي.
انسخها زي ما هي طيب 0 1 1 1 0 0. لكن ال 87 بنحولها الى ايش؟ توس كومبلمنت. كيف بنحولها توس كومبلمنت؟ حكينا اول بت في 1 بنزل زي ما هو، هاي ال 1 نزل زي ما هو اول بت طلع 1، والباقي شو بعمل فيه؟ بعكس 1 1 صارت 0 0، ال 0 صارت 1، ال 1 صارت 0، ال 0 صارت 1، بعدين 0 1. لاحظ هون اوتوماتيكلي شو صار الساين بت؟ 1. بمعنى بالله اتركوا لي قلم ثانية، بمعنى لو اعطيتك اصلا الرقمين زي هيك، لا لا اعطيتك الرقمين اصلا زي هيك، يعني السؤال كان معطي بهذا الشكل تمام؟ لحالك بدك تعرف انه هذا عبارة عن سالب. اذا اوبريشنز لازم التزم بالساين بت، يعني ما بعطيك بس انه كونفرت يكون البت الثامن من اصل العدد، لازم اوريدي مباشرة تطلع تقول هذا الكائن اصله ايش؟ سالب، هذا محول ل توس كومبلمنت. طيب خلينا نجمع 0 زائد 1 1 و 0 زائد 0 0 0، 1 زائد 1 0 مليار 1 1 1 0 0، في عندي هنا 0 كاري 1. طيب 1 1 1 1 1 1 والكاري 1 تمام، وبالتالي هنا 1 والكاري 1 وهنا 1 1 تمام. طيب ركز معي، راح اعطيك وقت للكتابة. طلع عندي الساين بت بالجواب 1، معناته هذا الجواب ايش؟ سالب. قبل ما احوله الى ديسيمال لازم ارجع اخذ له كمان مره ايش؟ التوس كومبلمنت صح؟ وبالتالي لانه سالب باخذ له التوس كومبلمنت. اعطيني التوس كومبلمنت له، ال1 بينزل زي ما هو، عندي 4 زيروز راح يصيروا 1 1 1 1، وهذول 0 0 0. هذا الرقم بالديسيمال كم جوابه؟ 1 و2 و4 و16 و8، 1 و2 و4 و16 و8، 1 و2 و4 و8 و16 تمام؟ اللي هو عبارة عن ايه؟ 16 و8 24 28 30 31، وهذا عبارة عن إشارة ماينس، صارت سالب 31، هو فعليا اللي هو 56 ناقص 87، أعطاني كم؟ سالب 31. طيب حكينا انه ممكن يجيك المثال ما يعطيك الارقام بالديسيمال، يعطيك اياها اوريدي مباشره، يقول لك اجمع لي هذول الرقمين في الباينري. اذا اعطيتك العمليه اوريدي جمع زي هون، يعني باينري نمبر بلس باينري نمبر، معناته انا مجهز لك كل شيء. الشيء اللي بده تحويل اوريدي محول، لانه لو بدي اياك تحول كان حطيت لك اياه ناقص، او على الاقل ما بتلاقيش الساين بت 1 مباشره. هون شو بتعمل؟ بتجمع. لكن قبل ما اجمع بدي احط في بالي انه هذول الرقمين اصلهم سالب، لانه الثنتين 1 1. اوكي خلينا نشوف 0 زائد 1 1، 0 زائد 0 0، 0 زائد 1 1 زائد 1 0 باليد 1، هون 0 باليد 1، هون ايش؟ 1 هون 0 باليد 1 هون 1، وزاد عندي بت. هذا البت اللي زيادة، ما دام انا ممثل الارقام ب 8 بت ومخصص بت للساين بت وعارف انه الريزلت ما راح تتجاوز ال 8 بت، مباشرة بحكي ديسكارد. ايه شو بعمل فيه؟ بتجاهل. شو طلع عندي الجواب؟ يعني الاوفر فلو بتجاهله هون. هون شو طلع عندي الجواب؟ سالب. ليش؟ لانه سالب زائد سالب. لانه سالب زائد سالب، لا هو غير انه سالب زائد سالب، عندي الساين بت طلع سالب. طيب حولوا للتوس كومبلمنت. ال1 بينزل زي ما هو 1 0 1 1 0 0 1 0. كم هذا الرقم؟ هذا عبارة عن 1 2 وأنا 4 8 16 32 64. اجمع
64 و16 80 88 1 90 تمام. اذا هذا عباره عن سالب 91. اذا هذول الارقام كاين اصلهم ناقص 40 ناقص 51 تمام. انا يعني لما سويت الارقام تعمدت انه يكون هذا ناقص 40 هذا ناقص 51 وطلع عندي هنا ناقص 51. اذا بدك تاكد حول هذا رجعه لاصله. هذا عباره عن 0001 هي اول 1 خذ التوس كومبلمنت منه قبل نزلناه زي ما هو. الباقي اعكسه هذا عباره عن 0100 والثاني اول 1 بنزل بعدين 1 هذول ايش بصير فيهم 00 هذول ايش بصير فيهم 1100. طلع الارقام هاي عباره عن 1 2 4 8 16 32 64 128 وهون 1 2 4 8 16 32 64 128 مجموعهم هذول ناقص 40. هذا عباره عن ناقص 40 لانه هون حطينا 1 هذا عباره عن ايش ناقص 1. اوكي طيب هسه ممكن اعطيك 2 باينري نمبر الرقم الاول ناقص الرقم الثاني. هون اذا العمليه مش جمع زي هون يعني مو قد يجيك بهذا الشكل تمام قد يجيك بهذا الشكل. احنا بنعرف انه كل عمليه طرح نحولها الى جمع وبالتالي اوتوماتيكلي اذا الرقم الثاني هو ايش سالب اذا بنحتاج نحوله الى توس كومبلمنت. يعني هذا الرقم الاول راح ينزل زي ما هو الرقم الاول. الرقم الثاني زائد هذا راح نحوله لايش الى توس كومبلمنت. بالتالي اول بيت راح ينزل زي ما هو بعدين 0 0 بعدين 1 بعدين 0 1 1 1 اجمع 0 زائد 1 1 1 1 0 باليد 1 بعدين هون 1 0 باليد 1 0 باليد 1 0 باليد 1 شو بعمل فيها؟ بتجاهل وقت ديسكاردد تمام؟ شو طلع عندي هون؟ جواب موجب. اذا بستنتج انه كان الرقم الاول اكبر من الرقم الثاني وهون هي عباره عن ايش؟ زائد كم؟ 1 2 4 8 16 7 16 23. شوف شو كان اصل الرقم هذا. هذا كان عباره عن 2 و4 و8 و32 6 و8 14 و32 46 ناقص هون 7 46 ناقص 23 23 23 جواب اللي طلع معنا. اوكي هيك بنكون تقريبا انهينا عمليات الجمع والطرح. بضل فقط الملتيبليكيشن. الملتيبليكيشن هي عباره عن ضرب عادي يعني 1 ضرب 1 1 1 ضرب 0 نفس العمليه اللي بنقوم فيها بالديسم. اوكي ناخذ لنا مثال صغير ان شاء الله في المحاضره القادمه باذن الله تعالى. يعطيكم العافيه.